خبراء بره علماء في الخارج زي ما حضراتكم عارفين. وزارة الهجرة نظمت 5 مؤتمرات من ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. أول مؤتمر مصر تستطيع بالمنطقة الاقتصادية، تاني مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة لتسليط الضوء على المرأة المهاجرة، ثالث مؤتمر كان مصر تستطيع بالري، مشاكل الزراعة والري، رابع مؤتمر كان مصر تستطيع بالتعليم، خامس مؤتمر والأخير كان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية. بالتأكيد إن موضوع الصناعة محل اهتمام من الدولة، والحقيقة القيادة السياسية بتولي هذا الملف أهمية خاصة جدا، عشان كده فكرت إنه لابد إنه المؤتمر القادم يكون مصر تستطيع بالصناعة. وخلوني أكون أكثر صراحة، الله يرحمه الفريق محمد العصار، يعني وزارة الإنتاج الحربي كانت يعني الوزارة اللي يعني أكثر يعني استفادة من مؤتمرات مصر تستطيع. فريق العصار كان على طول بيحضر معانا كل هذه المؤتمرات، ولما بعد ما خلصت مصر تستطيع بالاستثمار طلب مني إنه مصر تستطيع القادم يكون عن الصناعة، فأنا كمان يعني تلبية لتوصية الله يرحمه الفريق محمد العصار. بالتأكيد إنه لابد من التحرك بكل الشركاء في هذا المجال، يعني وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة قطاع الأعمال، الهيئة العربية للتصنيع، وده اللي أنا بديت بيه امبارح مع سيادة الفريق، كان حصل مقابلة في مقر الهيئة العربية للتصنيع، وكلمنا عن أهمية الصناعة وأهمية إشراك المصريين في الخارج من رجال الصناعة ومن خبراء الصناعة، إن هم يجوا ويدونا من خبرتهم في هذا المجال. اتفقت انا وسياده الفريق امبارح في الهيئه العربيه للتصنيع ان احنا هنعمل ورشه عمل من كل الشركاء، حتى مش بس الوزراء المعنيين، ولكن اتحاد الصناعات، الغرف التجاريه، كل الهيئات وكل المؤسسات والقطاع الخاص اللي شغالين في مجال الصناعه. ليه؟ لان احنا كلنا لازم نسمع بعض، وانا كوزاره للهجره لابد ان انا اتعرف من هذه الجهات وهذه الوزارات عن احتياج الدولة، احنا عايزين خبراء في ايه بالظبط في هذا المجال. مجال الصناعة مجال كثير جدا، صناعة نسيج، صناعة أدوية، صناعة أثاث، عندنا حاجات كثيرة جدا، انما لابد ان احنا كلنا نقعد مع بعض عشان انا اعرف واختار صح الخبراء ورجال الصناعة اللي هيجوا يشاركوا في هذا المجال. الرسالة